بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة هنتكلم عن دواء جديد هو فيبراميسين. فيبراميسين 100 كبسولات مضاد حيوي لحب الشباب وللبروستاتا. فيبراميسين 100 كبسولات مضاد حيوي للبروستاتا وحب الشباب. اسمه العلمي دوكسي سيكلين. تركيزه 100 ملغرام. هو من أقوى المضادات الحيوية، له مفعول سحري بيقضي على الأمراض الخاصة بالبكتيريا اللي موجودة في الجسم. هو جزء من الأدوية التي تنتمي للتترا سيكلين. يظهر تأثيره نتيجة التثبيط في صناعة البروتينات في الخلية. طيب، ايه هي مكونات فيبراميسين؟ فيبراميسين 100 كبسولات يحتوي على مادة دوكسي سيكلين. هذه المادة وظيفتها التخلص من البكتيريا اللي بيتعرض لها الجسم. طب ايه هي دواعي استعمال فيبراميسين 100؟ رقم 1، يستخدم في القضاء على حب الشباب، والذي نجده يظهر بشكل دائم في الظهر، الكتف، الوجه. رقم 2، يعالج الأمراض الناتجة عن البكتيريا. رقم 3، يدخل في علاج الأعراض والأمراض التي تنتج عن الالتهابات البكتيرية المتنوعة. رقم 4، يعالج الأمراض التي تخص الكلاميديا والسيلان. رقم 5، يعالج التهابات مسالك البول والتهابات العين والتهابات الأمعاء. رقم 6، يقضي على أمراض اللثة والتهاباتها. رقم 7، يعالج حب الشباب ويقضي على التهاباته. رقم 8، يعالج المريض الذي أصيب بخلل في وظائف الكلى. رقم 9، يستعمل للعلاج من الأمراض مثل مرض الجمرة الخبيثة ومرض الملاريا. رقم 10، يساعد في علاج احمرار الجلد ويقضي على البثور التي تظهر في الجلد والوجه والتي بها صديد. رقم 11، يساهم في علاج روماتيزم القلب والتهيج الذي يصيب الأعصاب. رقم 12، يعمل على الحماية من العدوى نتيجة الالتهاب داخل الجيوب الأنفية والالتهاب داخل الأنف والأذن والحنجرة. رقم 13، يمكن استخدامه في الحماية من حمى الروماتيزم ومعالجة المرض الجرثومي. رقم 14، آخر نقطة، يمكن استخدامه في معالجة الروماتيزم في القلب والتهيج الداخلي للأعصاب والالتهابات الشديدة في الكلى. طيب، بالنسبة لحب الشباب، يستعمل فيبراميسين في علاج حب الشباب اللي بيتعرض له معظم الشباب خلال سن المراهقة في منطقة الوجه والكتف والظهر، ولكن يجب استخدامه تحت إشراف الطبيب. بالنسبة للفيبراميسين، مضاد حيوي يعد من أشهر أنواع المضادات الحيوية اللي أثبتت فعالياتها في مجال المضادات الحيوية، حيث يعرف بفعالياته في محاربة البكتيريا اللي بيتعرض لها الجسم، كما يعتبر من المضادات الحيوية المستخدمة في علاج الحروق وجميع الأمراض التناسلية. طيب، بالنسبة للبروستاتا، يتميز دواء فيبراميسين بفعالياته في علاج الكثير من البكتيريا المجابة والسالبة، ولكن لم يعرف هذا الدواء بفعاليته في علاج التهاب البروستاتا. تعد أدوية الفلوروكوينولون هي الأنسب في علاج البروستاتا. يبقى إذن البروستاتا فيبراميسين ما ينفعش يتناوله المريض عشان البروستاتا. بالنسبة للحبوب، زي ما قلنا حب الشباب بيستعمل لفيبراميسين، ويستعمل لعلاج الالتهابات الشديدة في الوجه، ولكن ينصح الأطباء باستخدام هذا الدواء في سن المراهقة لعلاج حب الشباب وجميع المشاكل المصاحبة له. بالنسبة للسيلان، يعتبر فيبراميسين من أفضل المضادات الحيوية المستخدمة في علاج مرض السيلان ومرض الكلاميديا. بالنسبة للالتهاب المهبل عند السيدات والبنات، أثبتت الدراسات أن فيبراميسين له فعالية كبيرة في علاج التهابات المهبل وجميع الأمراض التناسلية. بالنسبة لجرثومة المعدة طبعا منتشرة جدا اليمن دول، يصف بعض الأطباء دواء فيبراميسين لعلاج الحالات التي تعاني من مرض جرثومة المعدة، وأثبتت الدراسات أن هذا الدواء له فعالية كبيرة في قتل الجراثيم وعلاج جميع الأمراض الجرثومية. بالنسبة للفطريات، يستعمل هذا الدواء للقضاء على جميع الفطريات، جميع الجراثيم والبكتيريا. يتبع هذا الدواء مجموعة التترا سيكلين، هو من مجموعة التترا سيكلين التي تعمل على محاربة البكتيريا والفطريات. بالنسبة للصديد، يستعمل هذا الدواء في علاج احمرار الجلد والتخلص من جميع الالتهابات التي تحتوي على صديد. نيجي للجرعة. الجرعة بتاعت دواء فيبراميسين 100، جرعة البالغين يتم تناول العقار 200 ملغ في اليوم فقط مع شرب كوب من الماء، وبعد ذلك يتم أخذ 100 ملغ يوميا. بينما عند الإصابة بالتلوث يتم أخذ 200 ملغ يوميا، وتكون مدة العلاج 3 أسابيع. بالنسبة للأطفال، يأخذ الطفل الجرعة حسب وزنه، ومين اللي بيحدد الجرعة؟ الطبيب. طب إيه هي الآثار الجانبية لفيبراميسين؟ من الممكن تكون آثار الجانبية بسيطة أو كبيرة أو مستمرة أو مؤقتة. يمكن أن يحدث عند بعض المرضى طفح جلدي أو زيادة في درجة الحرارة أو شعور بالانتفاخ أو حدوث دوخة مستمرة، ظهور ألم روماتيزمية، شعور بفقدان الشهية، إحساس بقيء ألم وإرهاق، حدوث ألم في المعدة، تنفس بشكل صعب. طيب إيه هي الاحتياطات ودواء منع الاستعمال؟ يمنع استعماله للمريض المصاب بالكبد، يمنع استعماله للمصاب بالربو، يمنع استعماله عند استخدام الايزوتريتينون المضاد الحيوي، أيضا يمنع استعماله للمريض المصاب بالضغط الكبير على الجمجمة، أيضا يمنع استعماله للأشخاص الذين يتناولون كالفينو باربيتال والفينو يتوين وكارباميزين. أيضا الحساسية الشديدة نتيجة أحد مكونات الدواء مثل المينو سكلين وديميكلو سكلين وتيجي سكلين ودوكسي سيكلين. أيضا لا ينصح بأخذ الدواء للأطفال اللي أعمارهم أقل عن 8 سنين إلا إذا كانت الحالة خطيرة. أيضا عدم تناول الكبسولات في وقت الرضاعة وأم المرضع والأم الحامل. أيضا المريض بصب الوهن العضل الوبيلي ده ما يتناولش الدواء بتاعنا اللي هو فيبراميسين. بالنسبة للحمل، لا ينصح باستعماله في فترة الحمل للوقاية من حدوث تشوهات خلقية في الجنين. وبالنسبة للرضاعة يمنع استعماله لأنه ينزل في لبن الأم، مع لبن الأم ينزل للطفل وبيسبب له مشاكل صحية. سعر دواء فيبراميسين 100 مضاد حيوي 32 جنيه ونص. وبديل فيبراميسين له بدائل؟ أيوة له بدائل، دواء توليكسين وعقار دوكسيكو ويست وعقار تابوسين. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، وضغط لايك، تفعيل الجرس للكل اللي يصلك كل فيديو جديد عن أي معلومة طبية جديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.